إلى خبرنا التالي، حيث أتى وسط حضور كثيف وحفل كرنفالي بهيج، احتفلت محافظة مرات بيوم التأسيس في بوليفارد محافظة مرات بمركز التنمية الحضاري. ذلك ابتدأ البرنامج برنامج الاحتفال بيوم التأسيس فور وصول محافظ مرات الأستاذ سند بن عماش آل حفيظ ومسؤولي المحافظة من مدنيين وعسكريين، إذ تم افتتاح سوق الليوان الذي يمثل موروثنا القديم بجذوره الممتدة في عمق التاريخ بأجنحته المتنوعة، التي من أبرزها قهوتنا السعودية وصناعة السدو والزبد والسمن وجناح النخيل وجناح الفخار وغيرها. ثم افتتح محافظ مرات المعرض التشكيلي تحت شعار يوم بدينا في صالة محمد السليم للفنون التشكيلية، ثم انتقل الجميع لمنطقة بانوراما التأسيس التي حوت جانباً من موروثنا الثقافي المتمثل في ملابسنا التقليدية وأدوات الزراعة القديمة، وعرض للخيل العربية الأصيلة والصقور والإبل. ثم دشنا محافظ مرات جدارية الرياض إكسبو، وهي لوحة تتجاوز مساحتها 50 متراً مربعاً، وأقيمت دورة تعليم اللعب بالسيف في العرض السعودية والتي تستمر لثلاثة أيام. إذن كان هذا الخبر، والخبر الذي يعني سبق وعرضناه لكم قبل قليل، نتكلم عن احتفال المناطق والمحافظات بهذا اليوم الوطني يوم التأسيس. يعني ما شاء الله تبارك الله، أعتقد أنا وأنتم شاهدنا المقاطع ورأينا يعني الصغار والكبار، الجهات الحكومية، الجهات الخاصة، جميع من هم على أرض هذه البلاد المباركة احتفلوا بيوم التأسيس، احتفلوا بهذه المناسبة الكريمة لأنها امتداد لتاريخنا الأصيل، امتداد لإرثنا ويعني ماضينا الذي يمتد إلى حاضرنا. شاهدنا جميعا هذه الاحتفالات المباركة، وأنا يوم قلت الحين أن الجميع احتفل من خلال تويتر، من خلال رسالة واتساب، الجميع احتفل وعبر بمشاعره الكريمة تجاه وطنه العظيم.